صباح النور. صباح صباح النور عليكم. كنتمنى تصنتوا الصوت، واش كيوصلكم ديال التراث ديالنا الغنيه، هذا الجوق ديال الاندلس. الله يرحم المرحوم ملحون. شمشو العاشيه، ايه راه قلبنا معاكم، والله العظيم الا قلبنا معاكم. شوف تغربنا تاعينا، عش بلاد سويسرا ما كان خاصني التاخير، ما كان خاصني التاخير. عش في الجبل كنطلع على فرنسا 4 سنين وانا ساكن في الحداده، ما عمرني وصلت. عرفتي شحال بعيده عليا فرنسا؟ شحال بعيده عليا باش كنت ساكن انا في الجبل. 5 دقائق بالطوموبيل و4 دقائق انا في الحداده، 4 سنين وانا ساكن في بغوني. دخلوا الماء ضربوا لي بغوني، لي بغوني ال او اس بي اخ لي بغوني او دوزان او تي او تي لي بغوني، ضربوا على لي بغوني بان لكم في الماء. ساكن بحال الملك، تناكل كرفطر في الجرده وكنطلع على فرنسا 4 سنين ما عمرهم شافوني. نهار اللي وصلت للحداده الديوان تعجب تعجب، شاف لقى السيجور ديالي قال لي ما يمكنش. قلت له لا يمكن، علاش ما يمكنش؟ علاش جبت هذا الموضوع؟ المغرب في القلب، المغرب في القلب، ما يمكنش يحيد هذاك شي واحد. شوف شوف حنا الناس اللي عاشوا في الستينات والسبعينات، وقيل يمكن دابا حتى الثمانينات، كان عندنا بروغرام لاذاعه. شوف الله يرحم هذاك المدير ديال الاذاعه، الله يرحمه، الله ينور قبره، والله يرحم ليه الوالدين. كان داير بروغرام كل ساعه بوقتها وكل ساعه بالاغنيه ديالها. كنا في الصباح كنسمعوا ذاك الموسيقى ديال يا صباح الخير يا اللي ما الصباح. عندك البروغرام اللي كان داير ذاك المدير الاذاعه، انا ما عرف سميتو بصراحه، البروغرام كان غريب، كان يعني المغرب كان اونيك. المغرب في دول العالم، في العالم كله اللي كان عنده ارت، ارت ديال البروغرام، ارت فيلم، ارت ديال البروغرام ديال كل ساعة وكل وقت ديالها عندها واحد النظام ديال الموسيقى، واحد البرنامج. مثلا المنحور كنا كنسمعوا الاندلس، الجوق الاندلسي كنا كنسمعوا مع ديك 12 مول 12 حتى الجوج، مول 12 حتى الجوج، ومن الجوج لتحت كيديروا برامج اخرى، كتكون برامج اخرى ديال مثلا كتكون رسوم متحركة للدراري، وتيكون من بعدها كيدوز الساعه ديالها كدوز واحد البروغرام اللي حتى
11 و45 دقيقه او 11 و55 دقيقه تيكون التجويد ديال القران باش كنناسو. هذا هو البروغرام اللي كان، وانا كنتمنى المدير ديال الاذاعه يرجع لنا هذاك البرنامج، يرجع لنا هذاك يخدم على هذاك البروغرام ويرجع المغرب كي كان. كانوا الناس فنانه، كانوا الناس يعني كان بعض السلبيات، كانوا بعض المسائل، ولكن اكثريه كان ايجابيه. اكثريه المغرب كان في الايجابيات، اكثريه دي البروغرام ديالو كانوا في الايجابيات. وين هي الحياه؟ ضروري ايجابيات السلبيات. عذروني ملي كنهضر كنقاطع الموسيقى، ولكن كنتمنى راه كتصنتوا، انا راه متبع راه كتصنت. شنو كنتمنى دابا انا؟ شنو كنتمنى؟ حيت دابا اللي ما فهمتكمش كثير، اللي ما فهمتكمش مزيان، وهو انا كنعيش في الحواس كواحد الفنان. عندنا فنان واري، عندنا فنان هذاك الاخ كيعجبني بزاف، منعم ياك، منعم شي حاجه، اخ لا اله الا الله، شاعر اللي دار الموسيقى، اللي دار واحد القصيده على فلسطين، كنحييه تحياتي، راه كنحبو، فنان في المستوى. وعندنا فنانه كبار، عندنا فنانه اللي هما عشنا معاهم في الوقت ديالهم، دكاري بالخياط حياني زيد وفتح الله البغاري، واش كتعرفوا فتح الله البغاري هو اللي دار، هو اللي كتب داك القطعه ديال المسيره، راه فتح الله المغاري هذيك ديال المسيره راه هو اللي كتبها، راه هو اللي كتبها. عندنا الناس الشعراء، علاش كنوصف لكم هاد الناس هادو؟ انا كنعيش في المنهج ديالهم، الارت ستايل ديالي انا كيتبع المنهج. انا واحد يقول لي ماك ما كترسم، ماك ما كترسم، كاين شي واحد كيقول علاش ما كيرسم مثلا الناس ديالنا في المغرب. انا مثلا عايش في المغرب، اسمحوا لي، انا كندير على حسب الانسبيراسيون، على حسب داكشي اللي كيجيني، المعطيات اللي كتجيني، فهمتي، داكشي اللي كيجيني. الا غادي نمشي للمغرب نعيش واحد المده، واحد 6 شهور و 7 شهور، غادي يجي داكشي في المغرب، نمشي للمغرب غادي نتكيف من المغرب. انا كانني شاعر، ورغم انا كندير الشعر، الشعر راه كنديرو، راه كندير الشعر، انا ما خرجش فيكم الشعر ديالي، خصو يدخل الفيسبوك او يضرب جوجل، ضرب السميه ديالي واسمه جوجل يخرج كلشي، داكشي كاع اللي بغيت تشوف. فكروني غادي نخلي لكم واحد اللينك ديال واحد ديتا كبيره ديال اللي هي طالعه بزاف دابا، كتطلع غتنافس فيسبوك، اللي كتسمى لينكدين، اللينك هو يعني شي حاجه اللي كتسوديها، شي حاجه اللي كتخيطها مع شي حاجه، اللي كتقارنها مع، كتدخلها في شي حاجه. مثلا هاد الويب سايت، هاد لادريس اللي غنعطيكم هي كتسمى اللينك، كتسمى اللينك اللي غتلينكيها، اللي غتاخذها انت ودخلها باش تشوف شنو بغيتي. فهاد لادريس غادي نعطيها لكم، مزيانه بزاف ديال هاد الويب سايت هذا، اللي عنده ديبلوم عالي، اللي عنده شي مستوى عالي، طبيب ولا مهندس ولا اللي عنده شي ديبلوم وتيقلب على العمل، راه هاد البلاصه هادي بالمجان، هاد البلاصه راه بالمجان، ما فيها لا فلوس لا والو، يقول لك شي واحد لا خصك تخلص، لا بالمجان، غادخل وغاتقيد ودير، حط السي في ديالك وحط المسائل ديالك، نتمنى الله يجعل الله خير، ربي يعاونكم. المهم سمحوا لي، راه عندي دابا واحد الهجوم، عندي واحد الهجوم من الاخوه المغاربه والجزائريين، انا كنت عارف هذا الشيء غادي يوقع لكم، درت لكم شحال هذه، لكن غالب الله. المهم كنت خيره فيها خيره، عندي 49 ولا مع 39 واحد اليوم من البارح اليوم كيطلبوني باش يدخلوا معايا في فيسبوك، باقي باش شكون هما؟ انا تيبان ليا اكثريه مغاربه، ولكن اللي بغيت نقول لهم الاخوان الاخوات، راه عندي غير ليميت في الباج ديالي، انا راه عندي غير 5000 واحد،
وراه 5000 راه مسدوده، 5000 غادي تصبروا عليا شويه تندخل لهذيك ال 5000 نفليها ونشوف اللي مات الله يرحمه واللي ما حلش الباج ديالو هذه من 2019 و18 نحيدو باش ندير لكم البلاصه. هذا هو اللي اسمو سينو عندي لي باج اخرين، الا بغيتو نكتب لكم لي باج اخرين دخلوا عندي في لي باج اخرين. يعني 5000 عمرات انا نعمرو عندي واحد ثلاثه ديال لي باج ولا اربعه ديال لي باج اخرين ديال الفيسبوك انا نعمرهم. هو هذا اللي غادي ندير، هو غادي نحاول نعطيكم اللينك ديال لي باج اخرين، دخلوا معايا في لي باج اخرين. كاين ارتيست ماروكا عبد الله اخدي راه خاويه تما، بيدخلوا عندي تما. وكاين لاباج ديال مدام الله يرحمها المرحومه راه خاويه تما، بيدخلوا عندي مرحبا. اما الباج ديالي البرينسيبال فيها الليميت، راه فيها الليميت ما تقدرش تزيد، الا باغي تزيد خصك تحيد واحد اخر، هذا هو المشكل. اما الاخرين تقدر تدير 7 المليون 8 المليون 10 المليون ديال البشر يتبعوك، يتبعوك ولا يتابعوك ماشي يتبعوك، يتبعوك راك روشيرشي، يتابعوك نضحك معاكم شويه. بون هضرنا شويه، كنتمنى تسنتوا الاندلس كل ريسبي مع كل احتراماتي للموسيقى الاندلسيه الغنيه المغربيه الشريفه 12 قرن. خاصكم ما طيحش عليكم الضيمه لا شي واحد يسبوكم شي واحد كيسبوكم ما طيحش عليكم الضيم. خذوها قلت لكم هذا البرنامج خصو يكون دابا شنو السامبول ديالو، بي بوزيتيف. ايوا سيدنا دابا اتي هضره قادت ما اتي ما هضره ما اتي قد باش تعرفوا راه مغربي هادي. يلا ندخلوا الرسم ديالنا. يلا بنات سمحوا لي واحد شويه احترام الكاس. دابا عطيوني واحد اقل من اسبوع، حتى 3 ايام ولا 4 ايام اللي غادي تسنط واحد يوميا هاد البركه هذه، هاد النعمه هذه اللي عطانا الله عطاها للمغرب، وغادي نفلوري غادي نفلوري وغادي واحد الورده غادي تحل وغادي واحد النحله. سمعتوا؟ ما يجيش الدبان، هاتجي النحله هي اللي غاتجي ديك الورده. شفتوا شنو يقولوا ميتامورفوز؟ يعني كتفتح بحال الورده وكتجي هذيك النعمه. ونكون انسباير ان شاء الله، يمكن نخرج شي حاجه من هادشي، يمكن علاش لا. المهم ختمنا البارح بهاد الطفله، واش عجبتكم هاد دابا التعبير ديال الرسم؟ هو عنده التعبير هذا، عنده حواس، عنده واحد الحواس. كتشوف لي زيكسبرسيون ديال لي زيكسبرسيون الملامح ديال الوجه والبوزيسيون، يعني البادي ديال الكور ديال هاد السوجي هذا، عنده تعبير. وديما داك الانيمال قطا ولا كليب صغير عند واحد الاحساس، عندي واحد الاحساس. وندوزو نشوفو لا اللي كيكم اللي يمكن شي حد يقول علاش ما كيديرش شي حاجه مغربيه، ان شاء الله تكون شي حاجه مغربيه. علاش حنا مازال في الحياه، مازال ما قلناش باش ديرناش، ما غاديش ناخذ تقاعد في هادشي، ما ناخذ تقاعد في هادشي حتى نهار اللي يدفنوني ناخذ تقاعد. هادشي باش كنوصيكم والله، هادشي باش والله خذها من عندي الخوت كلكم، لا توانسه ولا الجزائريين ولا، خذوا من عندي هاد النصيحة. ديروا خلقوا هواية من غير الميتين اللي عندكم، من غير الميتين، ديروا الموسيقى ولا ديروا شي حاجة. مكاينش واحد يقول أنت دابا كتقول لنا هاد النصيحة ولكن ما كتقولش خاصكم تصليو. وراك عارف أخويا خاصك تصلي، ما نقولها لك أنا، راك عارف.
هذه مساله ما بقيتش نهضر عليها. انا ما هضرتش على المساله الصلاه والدين، هادشي انا كنهضر لك على شي حاجه اللي هي الصلاه والدين راه مكتوب عليك، راه مكتوب عليك زدتي به مكتوب، فهمتي هادشي راه مكتوب عليك. ما خصناش نبقاو نقولوا للناس خصكم تصليو، نقولوا للناس خصكم تصليو غير الاجانب غير الغربيين، اما مسلم ما عمرك تبقى تقول لي خصك تصلي، بقاش تقول لي خصك تصلي، والله ما خصكش تقول لي تصلي، راه 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 حاشاكم من تحي مريض، خاصك تفهم، خاصك تقول لي شنو اللي مكتوب عليك، فهمتي؟ قول لي شنو اللي مكتوب عليك ديرو، بقاش تقول لي خصك تصلي. المهم علاش قلت لكم الهوايه هذه غتنفعكم بزاف، والفنانة راه كيعرفوا هادشي، وتيعرفوا الوقت اللي كيكونوا يأسين، الوقت اللي كيكونوا من غير ملي كيصليو كيسمو، ملي كيشد داك العود ولا كيشد داك الكمال ولا كيشد الليرة الناي ولا كيشد شي حاجة هكذاك، راه كيعيش واحد لابيريود كيخرج على هذا العالم، هذا العالم اللي هو عمر داير به نيجاتيفيتي، داير به داكشي السلبيات، تيخرج وكيدير هو الايجابيات وكيعيش كيرفع راسو في واحد المستوى، كيتحط في واحد المستوى وتيغسل دوك الالام، داك الالام اللي عنده، دوك الوسواس تيغسل داك الشيء. وانت كينفع هاد الشيء هذا ملي تتكبر، حيت الناس الكبار مساكين، انا كنتاسف وكنطلب الله، نطلب الله اللي عنده شي والدين اسمو ياخذ هاد الفائده، نجيب ورقه وستيلو، انا قلتها نجيب واحد الكتاب، كتاب عادي ورقه وستيلو، ويشوف هاد البرامج اللي كندير بالمجان، بحال اللي قلت لكم القليل ديال الورده، بحال مثلا خصني نهضر وخصني نعطي المثال بلاتي، سمحوا لي كندير هاد الدوبل، هاد الورقه هادي كنديرها كنديرها لان داك هذا لينك داك ديال المداد تيطلق في الورقه وتيخسر ليا ورقه اخرى، دونك باش نحافظ على الورقه اللي لتحت على هي باش تشوف شوف النقيطات، باش نحافظ على هذيك الورقه خصني ندير هذه شوف تحصل فيا هذيك المثال هذاك الشعور. دونك بغينا نقولوا جبت هنيت والله، جابت هنيت والله العظيم، من هذاك الشيء غير بارازار والله، سبحان الله العظيم، غير ملي كتعيش في الارت كيدور بك الارت، تيدور بك الارت والله العظيم. هذه راه هذا الجوق الاندلسي راه لقيته البارح ودرته في البروغرام باش نتسنت ليه، وداني الناس والناس خليت الكمبيوتر شاعل، الصباح كنفيق كنلقاهم هما كيتسناوني ساكتين، يعني كيتسناوني مساكتين، تبدا ما فيق الجيرة انا 5 الصباح هادي. قلت لكم اللي عندهم مسكين الوالدة ولا الوالد، حيت هذوك الناس كيبقاو باركين وسيرتو، وبالاخص اللي الوالدين اللي مساكن ما تيقدروش يخرجوا يجمعوا، كاين بعض الناس كبار اسمو ما تيبقوش يجمعوا، تيبقاو قاعدين اوكي تيشد التسبيح كيسبح مزيان، تعطيه شي شويه باش ما يبقاش في الروتين، تعطيه شي شويه شي كالبا بحال هكذا وستيلو، وتقول له وصب له انترنت ولا عبر به على عندك الكمبيوتر ولا شي حاجه ولا عندك اسمه، شوف خليه يشوف هاد، ولا ما تقول لي والو، جيب لي غير البروغرام ديالي انا اللي كندير، جيب له ما تقول له والو، ولا ما تقول لي ها ولا تقول لي والو، انت خليه غير انسبيرا، فهمتي هي الفكره مزيانه هي بسيكولوجيك، ما خليه يدوق، فهمتي مثلا مثلا I'm
غير يعني سامبل شي حاجه اللي هي ماشي صعيبه باش غادي ماشي كومبليكي. درنا واحد الورده ها واحد النحله هي شتوها واحد البابيو ماشي جميل هذا بالنسبة للناس كل شيء ما كيش لاجي لا الدري الصغير ولا رجل كبير مرة كبيرة ولا الإنسان اللي هو يعني باقي في السن غير يعني يدير واحد لاميزمو يعني ينشط بهاد 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 اسمو فهمتوا غير ينشط بهاد
انا بس صعيب هنا باش قلت لكم ودي هذا راه ما يليقش الرسم شتي هذا عندي انا ما يليقش الرسم هذا داير اللوحات لا بانتور دابا الرسم كتبغي نهود ما تقدرش باش تطلع الكارباس يطلعوا الفوق وهكذا باش غادي ترسم نشوفوا فين الرسم هكذا ايش شي مشكل أبي أشوف هذا. لا لا. إحنا عندنا دابا وظف. Voilà. كان عارف هاد الأغنية هذه ولا كان عارف هذا يقول فيها أنا القاتل وما شي حاجة كده تنعقل عليها مزيان تنعقل عليها ولكن التيتر ديالها ما عقلتش عليه العنوان ديالو ما عقلتش عليه ده
الى لاحظتوا الانطلاقه بدايه ديال الرسم، انا يمكن لي نديرها من اي جانب، من اي زاويه، من اي كندا، من اي زاويه، ماشي بالشرط رسم الراس هو الاول. رسم الراس هو الاول بحال كيديروا بزاف اكثريه الرسامه. كاين انا نبدا من الصباط، من الصباط ونطلع للفوق ونرسم بيرسوناج، ماشي مشكل عندي، ماشي مشكل. هذا الفراغ تهضرت عليه، الناس اللي ما عارفينش، اللي ما شافوش مازال، خص تبداو تشوفوا هادو، تبعوني من قبل باش تعرفوا شنو هو هذا الفراغ هذا، اش كاين. هادو راه تهضرت عليهم ونعاود نهضر عليهم، ما كاين مشكل. هادو كيتسمى زوايا، هاد الزوايا هادو راه يمكننا نفرغوهم، راه فيهم رسم اللي هو ما كنشوفوش، راه كاين رسم اللي ما كنشوفوش، وفيهم كاين رسم اللي ما كنشوفوش. هاد الزاوية هادو راسي اللي مكنشوفوش، واش كيبان ليكم هاد الفرق؟ هذا هز راسو، هاد الفراغ راه كاين فيه بزاف ديال نقدروا نزيدوا نكملوا الا فكرنا شويه، الا عملنا لا كونسونتراسيون راه كاين بزاف ديال اسمو شهره. شوف خرجنا هنا باش نوريكم هذا باش يبان مزيان، باش يبان مزيان، لان ما غتشوفوش مزيان، ما غتشوفوش مزيان. باش خرجنا هنا من لافلور، من هاد التيج ديال لافلور، متبعي التيج ديال لافلور، هادي الورد، هادي التيج ديال لافلور، شنو خرج منها؟
واش من هذا عليكم. خرجنا واحد البابي اخر اكسونتيو هذا باش يبان مزيان ان بعض الناس ما يشوفوش مزيان نعاودو اكسونتيو يعني رونفونسيو كاين شويه ديال الضيق معليش تعقروا باش رونفونسيو لو ديسا باش يبان باش يبان ليكم المرا ما كيبانش مزيان هنا المرا باينه لا الدريه الطفله باينه شفت ما انا غير خرجت هادو اللي في الزوايا باش نخرج هادو اللي هنا اللي درت هنا نشوف شنو كيفاش كيبان لهيك I'm
كما نساوش هذه راه خرجنا حتى هي هذه هي راه خرجنا من الزاويه ما كنخليوها صافي ما نديروها بخضر باش تبان دابا حنا خرجنا هذوك خرجوا من حنا حتى هي اسمو الرنفورسي دابا باش يبان لكم الديسان ما تيبانش مزيان مع السيلو رقيق صعيب هنا لتحت صعيب باش تجيبها هي يعني لافون ديال الصباط معليش كنديرو التمارين Thank you.
كنتمنى بان هادشي مزيان. هي اللي باش نمشيو العشيه، اه هذه هي اللي باش نمشيو العشيه، اه باش نمشيو العشيه. احنا كنا حاضرين هادشي في الخير، كنا كنتقلو هادشي. شوف كيفاش كيبان. كيبان مزيان، كيبان مزيان، كيبان داكشي، كيبان داكشي. يلا نمشيو ل هادشي. منين جا هادشي؟ منين جا هاد لي فلور دريا باركا كت ميديتي ميديتاسيون لا فلور؟ اش جا منكم نتوما هاد الكومبينيشن ديال لا كومبيناسيون؟ انا خممت الناس الكبار وخممت الدراري وخممت اللي بغاو يتبعوا الرسم، وقلت نعطي شي حاجه، وجات من الداخل نعطي شي حاجه ليهم سامبل، تكون سامبل، شي حاجه اللي هي سامبل ماشي كومبليكي، باش يبقاو يتبعوا، يبقاو يتبعوها ويعاودوا يصوبوها ويتبعوها ويصوبوها ويخرجوا منها ثاني عاود حوايج اخرين. اوكي، انا كنظن الهيب مشيت شفت انا في الكمبيوتر، واضح داك الشيء مزيان. واحد القضيه بغيت نسيت، بغيت ندير واحد القضيه، بغيت ندير التاريخ. عرفتي علاش غندير التاريخ؟ غندير التاريخ، غنقول لكم علاش. التاريخ هذا ماشي عن، ما غاديش يكون على قبل، على قبل حتى الرسم اللي درت انا. التاريخ هذا غيذكركم نتوما في هذاك النهار وفي هذاك التاريخ، داكشي علاش غندير انا التاريخ. مهمة القضية. اش ندير انا التاريخ هذا؟ احنا اليوم شنو؟ احنا اليوم 11. حتى هذا النهار هذا إلا درت التاريخ، إلا درت التاريخ هذا النهار غادي يذكركم
شي واحد القضيه اضافه بغيت تزيد لا لاحظت واحد القضيه واحد القلم اللي كان عندي هاد الفتحه هادي ديال الكاس ديال الفاز تقدروا ديروها طابلة تقدروا ديروها طابلة غنوريكم تقدروا ديروا هكذا مثلا الفاز تخليو غير هنا وديروها شطة اللي بغا يدير الطابلة غتجي لهنا وتهود الشرطة هنا وتهود الشرطة هنا وغادي دير شوف لو كان اتساع ولكن راه بين الامور اللي جبت لكم هنا غادير الفاز هنا بحال هكا محطوط على الطبلة شوف الفاز غادي يجي بحال محطوط على الطبلة كنتمنى كتشوفوا لتحت انا عندي تحت هنا ضيق فوالا احنا ولات عندنا الفاز هذا ولا عندنا طوط على الطبله هذه ثاني طريقه اخرى تكنيك اخرى بدون ما تقلب كيفاش غندير الطبله كيفاش غندير هاد مثلا هاد الكاس هذا محطوط على الطبله باش بقى لا ما تبقى تحكم ها هو محطوط على الطبله دابا خط طبله صغيره لا يخرجنا من الزوايا تنخرجوا حوايج اخرين فهمتوا من الزوايا تنخرجوا حوايج اخرين هذا هو المفهوم باش نخرجوا اكثر ولكن غادي ندكسوا غادي نعمروا بزاف اللهم نوقفوا هنا وصافي بلا ما نعمروا ما نعمروا وفي راس بخور ان شاء الله هاد الجناوح ديال البابيو غادي نقدروا نرجعوهم اوراق ديال الشجر او اوراق ديال الامبلونت كاين بزاف ديال لي فورم ديال الطبيعه اللي كيتشابهوا في الطبيعه ما بين الحشرات والحيوانات وما بين الحاجه الصلبه يعني ما تردوش لهم البال ولكن هنا في هاد التكنيك ديال الريفياليزم هذا كيتسمى غيفياليزم ماشي رسم فيزيوال عقلو ماشي رسم فيزيوال هضرنا البارح اللي ما شافش يشوف الفيديو ديال البارح راه حنا حاولنا نديروا هاد العود هنا ملي كتبغي تنقل الصوره بلاصه اخرى تحطها هنا في الكانفاس ولا في الورقه كتسمى ار فيزيوال وما هنا اللي كنديروا حنا ريفياليزم هذا ستير ريفياليزم بوحدو نعاودو نديروا شي حاجه ديال ريفياليزم باش نتاكد على الناس اليوم دابا يلا يشوفوا اليوم ما غاديش يفهموا شنو كندير كتمنى هذا الصوت ديال الاندلس عندي انا في الكمبيوتر يتسمع مزيان حقاش عندي انا كيقطع واش من الكاميرا هي يمكن اللي كدير هذا الشيء ولا غادي نشوف بدون الكاميرا أطلب منكم أيها الحضور الكريم مرة أخرى أن تصفقوا وبحرارة شكرا لكم أيها الفنانون تبارك الله عليكم شكرا لكم كل واحد باسمه شكرا لكم أيها القلع المحافظ على التراث المغربي شكرا أكيد أن غيرتنا كبير على تراثنا وهذا هو اللي يعطينا الرغبة في الحفاظ على التراث وعلى طابعنا الأصيل حتى يبقى كالمباني الأثرية الخالدة ويبقى راسخا وثابتا كالطود الشامخ يتكلم في تحدي واعتزاز
على أصالتنا وعلى حضارتنا الثقافية. يقولون الختام مسك، وسنختتم سهرتنا هذه بالفياشية، سيتحفنا بها كل منا: الفنان عبد الفتاح بن مصر، الفنان مروان حاجي، الفنان سعيد بالقاضي، الفنان أحمد مربوح، والفنان القدير عبد الرحيم السوري. أما أنا فبقى لأن أقولكم فرجة ممتعة، وإلى إن شاء الله سهرة تراثية ثقافية فنية مغربية أخرى إن شاء الله. الله يرحم الناس، بارك الله عليكم. نو دابا غادي نديرو واحد الرسم ديال غيفياليزم، ماشي رسم ديال فيزياليزم، غنديرو غيفياليزم. واللي ما وضحش لي الغيفياليزم، كاينين جوج ديال شنو نسميهم بالعربية، كاينين جوج ديال لي زينيمون، أدوات إلا بغينا نقولو. هما أدوات، هما اللي ماشي ادوات، ولكن اعذروني على الترم، بان بغيت نقرب باش نفصل بعض الناس. وماشي ادوات، هما ادوات بغينا نقولوا نفسانيه او شي حاجه اللي هي كتكون يعني ما بين الحلم والواقع. الستيل ديال الغيفياليزم، ملي كنقول عبد الله اخدي غيفياليزم، غيفياليزم ماشي اسمي، ماشي الاسم ديالي. الريفياليزم هو ستيل، ستيل اللي كندير هو اللي كيتسمى الريفياليزم، بحال السورياليزم، بحال الكوبيزم، بحال هذا الشكل هذا. فالريفياليزم كيعتمد هذا الرسم ديال الريفياليزم هو السامبول ديال لا كرياسيون، يعني ديال الابداع اللي دات في لا بانتور، الابداع اللي ما شفتوش لا بانتور. ف منين جا هاد السامبول، جا من 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 لا بيريود اللي كنت فيها. راه كتبت واحد لي زارتيكل، راهم كاينين بالانجليزيه بالفرنسيه بالعربيه، خصهم الايديسيون، خصهم الايديتور يتيديتاو باش ان شاء الله في المستقبل يمكن نكون انا في الحياه او ممات الباحثين الا بغيو يبحثوا على لي زارتيس مغاربه، راهم غادي يلقاو كلشي، راه كاين كلشي في جوجل. السوجي ديال ريفياليزم هو واحد البيرسوناج، كنبدع البيرسوناج ديالي انا، البيرسوناج ديالي، وكنحافظ على دوك البيرسوناج، وكنخرج منهم هاد الزوايا اللي درنا دابا، كنخرج منهم الزوايا. نبداو بالسوجي دوريجين، وانتم غنمشيو برسم باش غتفهموا مزيان اش كنقول. نبداو بالسوجي دوريجين، نخليو هاد ندير السوجي دوريجين، اللي هو دوريجين هو الاول. ف السوجي اللي تبع الاول كان بهالطريقه هذه. هذا السوجي الاول، هذا لوريجين تبغينا نقول.
دابا انا درت لكم السوجي دوريجين، البدايه ديال هذا السوجي هذا لوريجين ديالو هو هذا. غادي نكملوا باش غادي نمشيو دقه بدقه باش غادي تفهموا الموضوع هذا الشيء كيفاش كيتبازا وكيفاش كيدار وكيفاش كيتطور. ف نديروها حنا غادي نديرو جلسة على طبلة، يوما نديرو جلسة على طبلة، ما غاديش نديروها نشوف، ما غاديش نديروها اوكي. هذا هو البدايه ديال هاد السوجي، لوريجين ديالو هو هذا، ولكن كانت عنده واحد الحقيبه، كانت عنده باليزه. كنا نديروها يمكن ما نديروهاش، المهم كانت عنده واحد كما نزيد الإضافة، كانت عنده واحد الحقيبة اللي كنت رسمتها الأوريجين ديالها. هذه كانت القطة اللي كانت تطلع، هذه لوريجين ديالها.
من بعد ندوزو للمرحلة الثانية ديال هذا السوجي هذا. دابا كنهضرو حنا على ستيل غيبياليزم. المرحلة الثانية كيف بس ما عندناش اتساع باش نديرو الرجل الاخرى. المرحلة الثانية هي هذه اللي باش منطولش عليكم غادي نخلو القضية ديال الكرسي إلى آخره، منديروش لي ديتاي. قصدنا مرحلة المرحلة الثانية درنا هاد الكليب هذا ولا في الإضافة، يعني الزاوية اللي كانت عندنا هنا خرجنا منها هذا الكليب. باش كنقول لكم الزوايا نقدروا نزيدوا، نقدروا نشوفوا شي حاجة هنا، نخلقوا شي حاجة هنا بالإضافة ديال هاد الإنسان هذا. سير إلى آخره. أوكي، هذه المرحلة الثانية. ندوز للمرحلة الثالثة.
علاش كندير هذا؟ علاش؟ شنو هو اشنا هي المهمه؟ اشنا هي المهمه؟ اشنا هي الفائده من كتنقز من مرحله لمرحله؟ وهو الابداع. بغيت نقول لكم الابداع، هاد ستي ديال الريفياليزم فيه الابداع. ما يمكن الى غادي ترسم مثلا واحد الرسم، بقى تشوف فيه، عاودوا ثاني عاود رسموا رسموا، بقى تشوف فيه راه كاين شي حاجه في الزوايا، دوك الخاويات راه كاين شي حاجه يمكن لك ديرها، كدير الاضافه ما غاديش تبقى. المرحله الثالثه مهمه، هو اللي غادي نديرو دابا. المرحله الثالثه ما غاديش نبقى نشوف، خصني ما نشوفش من تما، دابا غادي مهم هذه المرحلة الثالثة، نشوفوا هذه الزاوية دابا كيفاش الأمور كيفاش غادي تدور، ده هو أهم حاجة، نشوفوا الأمور كيفاش غادي تدور. قلت ولا تصبط، ها قلت ولا تصبط، مابقاش عندنا اتساع باش نكملو في سبعة، معليش راكم عارفين. سهلا معليش، هنا هاد الرجل هنا من طوية، معليش ماشي مهم، هاد البتيدي طاي ماشي مهم، لأن عرفنا شنو كاين، حنا غادي نشوفو شنو تغير، كيفاش دير ديفولبا، كيفاش تطور هاد السوجي اللي هو دوريجين، شنو تغير فيه، شنو اللي تغير فيه، يلا سيدنا شوفوا شنو تغير.
هاد الخطوط ديال هاد الخطوط هادو اللي كنحكر عليهم دابا، اش كنحكر عليهم باش تشوفوهم باش تردوا لهم البال. الحاجه اللي كنحكر عليها بالعاني كنديرها باش تردوا لهم البال، اللي كنغلظهم شوفوا هاد الخطوط هادو كيعطي واحد الاكسبريسيون، كيعطي واحد الاكسبريسيون ديال الفورما، غير الفورما ديال الخط دابا. إلى لاحظتوا إلى لاحظتوا فهاد الكليب هذا ما بقاش متجه هنا، تحول هنا، وهذا الراس ديال هذاك الراس ديال السوجي الأول اللي كان هكذا، قلتوا اللي كان هكذا اللي اسمه اللي كان عنده النيف هكذا، عقلتوا عليه؟ عقلتوا عليه؟ نزيدو غير نوركو عليه باش نشوف. ولا اليد ديال هاد السيدة هادي، عقلتوا؟ راه هاد السيدة راه ما كانتش عندنا قبل، دابا هي اللي ولات جالسة وهي اللي ولات حاضنة هاد الكليب هذا. يعني بحال كت بحال هذاك البيرسوناج كيولي ميتامورفوز، وهذا هو اللي كيدل، هذا هو الخيال، هذا هو الخيال. ملي كنقولوا الخيال، الخيال كنمشيو للحلم، يعني بالتعبير كنقول الخيال. اما يعني في المنطق، في المنطق ديال السي ديال الغيبياليزم، حلم ماشي خيال، حلم. فهادشي كيوقع لنا في الحلم، هادشي كيوقع لنا في الحلم. الا كتعقل على الحلم ديالك ملي كتحلم، تيبان لك داكشي مخربق، ما كتفهمش. واحد الحاجه كانت هكذا ولات هكذا، كنتي غادي للحانوت وليتي في الجامع، انت ما عندوش، ما كاينش ترتيب، ما كاينش داك الترتيب. كاين لا كرياسيون، كاين لا كرياسيون في الحلم ديالنا، كاين لا كرياسيون، كاين الابداع. هذاك هو، هذاك هو الله عطانا هذاك ديك البلاصه ديال الابداع، عطاها لنا الله باش كنتحروا. ملي كنكونوا ناعسين كنتحروا، كنخرجوا من الستريس ديال الواقع، وكنعيشوا الدوبل حياه، الدوبل في، في النعاس، في المنام ديالنا. وغالبا الحلم، ديالنا ما كيتعداش، على حسب العلماء، على حسب الخبراء، ما كيتعداش 10 دقائق. شي كل اللي كتحلم انت، كل مشيتي هنا وطلعتي هنا وجرى عليك هذا وديتي الطوبيس مشيتي هنا وهنا، ما كيتعداش 10 دقائق قل. ف التغيير ديال لي زيماج اللي ملي كنحرروا نفوسنا، ملي كنعسوا كنحرروا نفوسنا، ما كنكونتروليش، ما كاينش كونترول، ما كاينش شي كونترول في الحلم، ما كاينش، ما كدورش البطولات تقول انا بغيت نحلم نكون في فرنسا او بغيت نحلم نكون في الميريكان، ما كاينش. كتطلقها في يد الله، كتنعس، كتكل على الله، والحلم كيمشي في انكونترولابل، وكيبدا يدير كيبدا يتشكل في الميتامورفوز، كيدخل في العالم ديال الميتامورفوز. فهاد الستيل هذا هو اللي كيتبازا عليه، اللي كيتسمى الريفياليزم، ما بين الحلم والواقع، ما بين الحلم والواقع كتسمى الريفياليزم. فالريفياليزم اللي كتشوفوا هاد السمية ديالي ماشي ديالي انا، وانما الستيل اللي تابعني انا، الستيل اللي كندير. وهذا الرسم هو السامبول، اما الريفياليزم البدايه ديالو هو في لابانتور. ان شاء الله دابا نوريكم لابانتور ان شاء الله. فكنتمنى يعني بانكم الامور هانتوما غير وقتي لي واحد القضيه باش نشوفوا، باش غير بعض الناس تكون فالكليب كان هنا، الكليب كان هنا، الكليب زق هاد النور ديال الار هنا، وهاد الدوره هادي ولات اليد ديال السيده، وهاد الدوره هنا، هاد الدوره هادي ولا الراس ديال السيده.
نقدروا نخدموا عليه مره اخرى ثاني عاود نخدموا عليه. فالبدايه ديالو دوريجين هو هذا، البدايه ديالو دوريجين بدايه اللي كنقولوا اللي كنسميه انا كنسميه كنسميه المفتاح، الكي، مفتاح، المفتاح هو هذا الكي، هذه هي البدايه كتسمى مفتاح، كتسمى الكي بدايه. فالبدايه كانت هكذا، هذه هي الاوريجين ديالو، هذا هو الاوريجين ديالو. ثم انتقل لهذه الحاله، هذه كيفاش انتقل لهذه الحياه؟ استعملنا الزوايا، اوكي، دورة زوايا، هذا كيتسمى زوايا. نقدروا نديروا هنا الاضافه، نقدروا نديروا شي حاجه هنا اضافه. ثم من هنا طور هنا، فكنتمنى كنتمنى الخوت استفدنا اليوم في هذا الدرس 11. هنا نوقفوا هنا، ضرني الجوع، خصني نمشي نكمل العشاء ديالي ونتسنى تاني عاود الموسيقى الأندلسية اللي كنحبوها جميع المغاربة، واللي من الثارات الغنية، من الثارات الغنية 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 ديال بلادنا. والله يرحم، الله يرحم حبابنا، والله يرحم جدادنا، وكنتمنى لكم صحة جيدة طول العمر، وكنتمنى توصلوا هذا الميساج، هذا الشيء هذا تخدموا مع الناس الكبار ديالكم والناس الدراري ديالكم الصغار، وحتى نتوما، حتى نتوما تبلاو بهاد البلية هذه، راه فيها بزاف ديال البوزيتيف على النيجاتيف، تبلاو هاد الشيء راه مزيان، مزيان غتوصلوا واحد لاج بواحد السن غتبداو ديروا هاد الشيء، ما يبقاش يشغلكم، لأن حنا كنوصلوا لواحد لاج وكنحكموا على ناريوسنا بالموت، هذا غلط، راك وصلتي لواحد لاج ترت ترت ايج كيسميوه بالانجليزية، إلا عندك واحد المراحل أخرى خصك تعيشها. باش تعيش في البؤس وتعيش في كتخمم في الموت وكتخمم، لا لا، مازال مازال كتنفس، مازال كتحرك، مازال كتاكل، عيش حياتك. وباش تعيش حياتك ولو على الاقل، بحال مثلا العيالات يديروا تريكو، يديروا تريكوات، يديروا لي شارب، يديروا طواقي، يديروا يخدموا ريوسهم، يخدموا يديهم، يحركوا باش يعيشوا حياتهم واحد لا بيريود، ومن يديروا دوك التريكوات واسمو ولا الرسم ويديروا العرض، يديروا الرسم يديروا العرض، يهيئوا ريوسهم بلا ما يفكروا ملي بغا يبداو، بلا ما يفكروا انا غادي ندير العرض، لا، بدا بعدا بالرسم، ما تفكريش في العرض، والعرض غيجي بوحدو ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، عبد الله معكم من نيويورك، نشوفكم ان شاء الله مره اخرى. عقلوا، قلنا هذا البرنامج شنو كنسميوه؟ بي بوزيتيف. السلام عليكم. شيء قرب منكم شوية ما كيبانش.